آمل أن يحترموني، أنا مثلي. هكذا غرد نجم ريال مدريد السابق إيكر كاسياس وحارس مرمى منتخب إسبانيا، ليتسبب في صدمة للعديد من متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وحسب تقرير لجريدة آس الإسبانية، فإن هذه التغريدة هي مجرد مزحة بعدما كان قد تصدر عناوين الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة نتيجة الشائعات حول قصة حب محتملة مع الممثلة الإسبانية أليخاندرا أونيفا. وانتشرت التغريدة بسرعة كبيرة جدا، إذ تجاوزت 200,000 إعجاب في أقل من ساعة، خصوصا بعد رد كارلس بويول قائد برشلونة السابق على ما نشره صديقه بهذه الرسالة. حان الوقت للتحدث عن إيكر. بعد ذلك قام قائد ريال مدريد السابق حذف التدوينة من حسابه الشخصي بسبب الانطباعات التي أحدثتها، وأعلن أن حسابه الرسمي على تويتر قد تعرض للاختراق قبل أن يستعيده من جديد، مغردا حسابي مخترق، لحسن الحظ كل شيء سليم، أعتذر لكل متابعيني. وبالطبع المزيد من الاعتذارات لمجتمع LGBT. بدوره قام بويول بمحاولة تفسير تعليقه الداعم لإعلان كاسياس السابق، حيث أكد أن تعليقه كان مزحة وأنه ارتكب خطأ بحسن النية. لكن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام، بل تسببت هذه التغريدة خلال اليومين الماضيين في فقدان أكثر من 3 ملايين متابع لحساب كاسياس على تويتر. كما قام فريقا ريال مدريد وبرشلونة بإلغاء متابعة كل من اللاعبين الدوليين السابقين في منتخب إسبانيا إيكر كاسياس وكارلوس بويول. إضافة إلى ذلك، تسببت هذه المزحة في انفجار موجة سخرية من اللاعبين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما أثارت حملة هجوم واسعة من قبل داعمي المثلية ليصبح اللاعبان في مرمى هجوم من جميع الأطراف بسبب تغريدة غير محسوبة العواقب.